السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عندنا طبعا رواتر زي اللي انت شايفها قدامك دي كده، الرواتر اللي هي السمراء، سواء كان وي، فودافون، اورنج، اتصالات، اي نوع من اي الرواتر دي، على طول هتلاقي هي نفس السوفت بالظبط بتاع اي راوتر. فدلوقتي في الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تغير الباسورد الخاص بالراوتر ده، وكمان هتغير الباسورد الخاص بال 2 هرتز وال 5 هرتز علشان تقدر تستخدم الواي فاي بشكل سليم. طيب دلوقتي انت عشان تنزل او بتفتح عندك اعدادات الراوتر، لازم تروح عندك على التليفون بتاعك وتنزل تطبيق اسمه يو سي براوزر، لكن هي نفس الطريقه اللي انا هستخدمها في التليفون هشرحها قدامك في الكمبيوتر. فلو ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب القناه، ويلا بينا كده نتعلم ازاي تقدر تغير باسورد الواي فاي بتاعك. يلا بينا، ركز كده معايا في كل كلمه انا هقولها لك. اول حاجه بتروح عندك على المتصفح او عنوان اليو ار ال، هتكتب فوق هنا 192.168.1.1. ركز بقى، ركز وخلي بالك من النقطه دي، 192.168.1.1. هنا بقى بتكتب اليوزر نيم والباسورد، واللي هتلاقيه موجود في اللزقه اللي موجوده في ظهر الراوتر اللي انت شايفه قدامك دي كده، دي لزقه مكتوبه فيها اليوزر نيم والباسورد. طبعا بتكتب اليوزر نيم والباسورد، طبعا هيبقى مختلف عني تماما، تمام. وبعد كده بتروح عندك بتعمل لوج ان او تسجيل دخول. طبعا انا بقول لك في حاجه غلط، تقدر تستعيد كتابه الباسورد تاني، تمام. هنا يفتح معاك الصفحه اللي قدامك دي كده. بعد كده بتروح عندك على حاجه هنا اسمها لوكال نتورك، اضغط عليها ضغطه لوكال نتورك، حاول اقرب لك المسافه شويه. بعد كده دبليو لان، دبليو لان، اضغط عليها. ومن هنا بقى بيقول لك تفعيل اللي هو الاثنين من 2.4 هرتز، وعندك الخمسة هرتز لو مش شغاله شغلها، خلي بالك من الحته دي. طب شرح كده سريع، ايه المقرب للاثنين؟ ال 2.4 هرتز دي بتوصل لك الانترنت بطيء، لكن بتخلي الاشاره تخترق الجدران. لكن ال 5 هرتز بتخلي سرعه الانترنت كبيره، لكن الاشاره ممكن تكون صعبه شويه انها توصل لك لو انت مثلا في غرفه ثانيه. فدلوقتي انت مش مشكله، اعمل الاثنين اون، وبعد كده تنزل تحت كده شويه، اضغط عندك على حاجه اسمها دبليو لان اس اس اي دي كونفجريشن، اضغط عليها ضغطه كده. هتنزل تحت كده شويه، بقول لك هنا الاسم، طبعا هتلاقي هنا اسم الراوتر بتاعك. مثلا انا ممكن اخليه احمد، تمام. وممكن مثلا اغير الباسورد اخليه مثلا احمد مثلا 123، حاجه زي كده. وتضغط عندك على كلمه ابلاي، وبعد كده بتقول له هنا اوكي. قالك هنا تم الحفظ واتخزنت خلاص في الداتا. لكن خلي بالك انت كده غيرت اللي هي ال 2.4 هرتز. طب انت عايز تحط بقى في ال 5 هرتز، بتروح تنزل تحت كده بتدور على حاجه هنا اسمها 5 هرتز، هتلاقيها اول واحده موجوده هنا بعد 2.4، هتلاقي هنا ال 5 هرتز. اضغط بس عندك على السهم البرتقاني ده، تمام. طبعا هي معمول لها اون، هتلاقي هنا ممكن تقدر تغير الباسورد عادي جدا، لكن انت ممكن تعمل دي اوف مثلا، وبعد كده بتشغل 5 هرتز. عايز تشغل 5 هرتز خلي دي اون زي ما هي، اخرج من دي. انت تروح عندك على ال 5 هرتز دي، ما دام دي مش متفعله خلي دي اون، تمام. وتروح انت تقوم انت مغير الاس اس دي 6 ده، هتخليه مثلا اي ال ال اي ام، اي اسم بقى انت عايزه. ممكن برضو تخليها نفس الباسورد عادي جدا، وبعد كده بتضغط عندك على كلمه ابلاي واوكي. كده بقى لو انت عملت فحص عندك في التليفون بتاعك، يعني مثلا لو جيت هشغل الواي فاي، تمام، هتلاقي فيه اتنين او اسمين موجودين، هتلاقي فيه احمد وهتلاقي فيه علام. طبعا احمد علام طبعا هتلاقي الاتنين موجودين، واحد بالخمسة هرتز وواحد كمان معانا بالاتنين فاصل اربعة هرتز. انا هحاول اوريك في التليفون كده، مش عارف انت هتشوفها ولا لا، لكن لقيت اورنج شرطة احمد وكمان علام اللي انا عاملها من شوية. وكده احنا اتعلمنا ازاي تقدر تفتح اعدادات الراوتر. زي ما انا قلت لك، لو انت هتستخدم تليفون استخدم تطبيق اسمه يو سي براوزر، لكن جوجل كروم مش هيفتح معاك. لكن لو انت بتستخدم الكمبيوتر، طبق نفس الخطوات اللي انا عملتها على الكمبيوتر طبقها في التليفون عادي جدا. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده، ودمتم بخير، مع السلامه.